السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، والصلاة والسلام على الحبيب مصطفى صلى الله عليه وسلم. كما ديما فيديو جديد تحت الطلب ديالكم، بغيتو تعرفوا العطرية كيفاش كتطحن في الثرموميكس، وخاصة الناس المبتدئين في الثرموميكس. غادي تتابعوني حتى الاخير الفيديو، وشاركم مباركة، ونتمنى يلقاكم هذا الفيديو في احسن حال يا رب العالمين. كما كتشوفوا السودانيه كنحيدوا لها الراس ديالها، وعندي هنايا القرفه، وعندي سكينجبير، الخرقوم بلدي، الابزار، الكامون. طبعا كلشي كيكون منقي. بالنسبه للسكينجبير والخرقوم بلدي كتصهدوهم على شي مقله، غير شويه صهدوا ولا ديرهم في الفران، يكون الفران سخون وتخرجوهم عاد باش تحنوهم. هنا عندي راس الحانوت او اللي كنقولوا المروزيه. عندي هنايا باديانا، قرنفل، خدنجال، وحبة الهيل، والقليل من الجوزة. أنا درت غير شوية من ديال العطرية ديال المروزية اللي غادي نحتاج داك نهار العيد. صافي، هنايا القزبر اليابس نقيته تا هو، غير نسيتو ما حطيتوش، من بعد غادي تشوفوه. القزبر اليابس، التحميرة عندي مطحونة ما درتهاش معاكم، تقدروا تاخذوا الفلفلة حتى هي كارمة وتجيو طحنوها الا بغيتوا ديروا التحميرة عندكم في الدار. وهنايا دابا كنتقطعوا بين يديكم سكينجبير باش ما لقيتو ديروا طروفة ما يكونوش كبار بزاف، باش ما يتكونساش لكم مع الموس ويمشي يتهرس لكم الموس ديال الثرموميكس، يعني حاولوا عليه. وهنايا كنبداو بتيغبو، اول حاجه كنعبر. عندي هنايا 150 غرام من السكينجبير، نديرو باني، نجي ندير تيغبو باش نهرمشو بعدا. ندير 0.5، نديرو 0.5، نجيو هنا غادي نديرو 1 مينوت، أو غادي نديرو لا فيتاس 10 على بعض. فوالا، ها السكينجبير ديالنا مطحون على حقو وطريقو. سايكلز غندير غادي نجي ندير تيغبا 0.5. يا بسم الله،
بالنسبه للقرفه انا درتها شويه، تقدروا نتوما ديروا 100 غرام حتى 150 غرام وقطوها هكذا بين يديكم، عاد كدوزوها في تشوبو. نديرو دقيقة في تستيس مية وأربعين تقريبا 150. هنا غادي ندير دقيقة وعشرين وندير ليتاس ديس الكامون كيولا منيل، ما نقولكمش على الريحه ديال العطريه كيعطيها. بالنسبه هذا القزبور انا نسيتو، ها هو نقيتو، نقيه حتى هو غادي ندير بالونس ميزان أو غادي نعبر شحال عندي هنا. بسم الله نيشان 115 غرام أو غادي نحيدو الميزان أو ندير كوفركل أو غادي نجي ندير دقيقة هدا بلا ما نديرو تيغبو، غادي ندير دقيقة ليتاس ديس صراحة. صافي السودانية ندير دقيقة سرعة عشرة
وهذه هي الطريقه ديال كيفاش نطحنوا العطريه في الترموميكس. هكذا كتجي على هذا الشكل هذا. كنتمنى تكونوا استفدتوا معايا من هذا لا فيديو، وكنتمنى نكون عند حسن طلبكم لبعض الاخوات اللي طالبين كيفاش يشوفوا العطريه مطحونه في الترموميكس. السلام عليكم، وتبارك الله عليكم، وعليكم مبارك سعيد.